درس النهارده بسيط جدا، ازاي نتعامل مع الدبل سايد ماتيريال بلين او ايا كان الاوبجكت، ممكن يكون ورقه من الشجر ليف، فازاي نتعامل مع البلين يكون دبل سايد ماتيريال. اولا هنضيف ان يكون دي هتكون الماتيريال عندنا اوبجكت، هختار هنا دي هتكون الشيدر اديتور. اولا في هيكون عندنا ميكس شيدر، هنضيف وليكن ديفيوز. هو اولا دي لو اوبجكت في الواقع بيكون عندنا هنا برينسيبال بي اس ديف وليكن وكل الماتيريال التكشرز، لكن هختصر واقول ان هنا ديفيوز اتنين ديفيوز، ده لون وليكن ريد والتاني هيكون باللون الازرق وليكن. طيب مبدئيا انا لو ضغطت الساين هو هيعمل ميكس بينهم وهيكون ده النتيجة الاتنين نفس الماتيريال مفيش اي فرق. فهضيف هنا جيومتري وباك فيسنج هيكون هو الفاكتور اللي هيحصل عندنا، ان هيكون في احد الاوجه اللون الازرق والوجه التاني هو الريد الاحمر. طيب طبعا عندنا المفترض هنغير ده يكون برينسيبل بي اس دي اف ونضيف كل التكتشر والماتيريال نورمال ماب وهكذا، وطبعا كالتالي فوق. اذا في هنا قسمين، ده قسم اول كنترول جي ده قسم اول وده قسم تاني، والاثنين بيعمل بينهم دمج عن طريق الجيومتري نود واستخدام الباك فيسنج لتكون هو الفاكتور. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد والى اللقاء في عدة دروس قادمة.